أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نسافر في أيام الشتاء مع مجموعة من الزملاء ونصلي الصلوات في أوقاتها ونترك الأذان، ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر يجب الأذان عليهم، وصلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة لاستحوذ عليهم الشيطان. الثلاثة أو الاثنان فما فوق يجب عليهم أن يؤذنوا الحضر والسفر. نعم.